السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأكارم إلى الحلقة الثانية من هذا البرنامج، برنامج اربح معنا في قناة المكلة، والذي يأتيكم كل يوم مثل هذا التوقيت ما عدا الجمعة، ونسعد بالمشاركات وأيضا التفاعلات وأيضا كذلك الإعجابات في هذا البرنامج. البرنامج كالمعتاد ونحن قد بدأناه بالأمس إن شاء الله في 40 سؤال، يتم عملية الاختيار والجواب، ومن ثم يكون هناك سحب على الفائزين معنا في كل ليلة على جوائزنا المقدمة من محلات اليزيدي بلازا والأوس ميجا ماركت، وأيضا الوفاق للعطور وسيتي سنتر، وأيضا كذلك هنا اليوم مشاركة معنا من إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت، وعن دائرة التوجيه المعنوي بأمن شرطة ساحل حضرموت يقدمون جائزة مالية طبعا في ختام هذا البرنامج للفائزين إن شاء الله معنا الذين سيتم إدخالهم السحب ويتم الاختيار على الخمسة الذين إن شاء الله سيكون حليفهم الحظ في حلقة اليوم. والبداية طبعا بالبداية، شهر مبارك عليكم مرة أخرى، ومساكم سعيد وكل عام وأنتم بخير، وجعلنا الله من صوام وقوام هذا الشهر الكريم، وأيضا كتب فيه لنا الأجر والخير والعطاء، ولا بد من تكاتف الجهود، ولا بد من الكل طبعا يعرف أحوال غيره وأحوال مجتمعه وأحوال أيضا من حوله، لكي يكون أيضا يحمل هم مجتمعه، وبالتالي كلنا نكون سعاد ونكون أيضا سواعد من أجل تنمية البناء، ومن أجل أيضا كذلك الرحمة والمغفرة تكون بجوارنا إن شاء الله. الأمن والشرطة هم مسؤولية الجميع، وأيضا كذلك مسؤولية الأمن بدرجة كبيرة، لكن على المواطن التعاون وأيضا كذلك الوقوف إلى جانب قيادة الأمن والشرطة ممثلة بالعميد الركن الرائع منير كرامة التميمي، وأيضا كذلك تعاون الجهات المختصة سواء في رجال المرور في الخط وما إلى ذلك، وأيضا كذلك الدفاع المدني الذين يقدمون جهدا كبيرا وعطاء غير محدود، فنسأل الله لهم التوفيق والنجاح للحفاظ على أمننا واستقرارنا. و نحلق في بداية هذا البرنامج مع أولى المكالمات، نقول ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايشة سعيد أحمد. عايشة من؟ عايشة سعيد أحمد. عايشة سعيد أحمد القبيلة يا عايشة بحيدرة. أيوة عايشة سعيد أحمد بحيدرة. طبعا نحن ننوه هنا للسادة المشاهدين والمشاركين معنا بأنه يجب ذكر الاسم كاملا مع القبيلة، ولا نريد التكرار للمتصلين معنا إن شاء الله، لنعطي المجال لأن البرنامج ما شاء الله مزحوم من بدايته حتى نهايته. يلا يا عائشة جاهزة على أسئلة؟ أيوة بسم الله. يلا اختاري رقم 5. رقم 5 والسؤال بسم الله الرحمن الرحيم يا عائشة بيقول: ما هي أكثر مائدة صلبة في جسم الإنسان؟ هل هي الأسنان أو الساق أو الجمجمة؟ ماشي مساعدة. إيه قلتي؟ مساعدة. يوم أول واحدة بغناش تتحمسين، بغناش يعني عقلش كده يشتغل. ها؟ يلا بنحذف أكيد، بس بغناها تشتغل. يلا يا عايشة ها نجرب معاش، حاولي قدر الإمكان. الأسنان. الأسنان. يلا ما شاء الله تبارك الله عايشة. نعم إجابتك صحيحة وألف مبروك، دخلتي السحب. ما عليك إلا الانتظار في نهاية هذه الحلقة. بكل تأكيد كما نذكر السادة المشاهدين الكرام والمشاركين معنا أنه لا بد من ذكر الاسم الرباعي مع القبيلة. الكلام مفهوم؟ وما علينا إلا نطبقه. يلا نأخذ مكالمة جديدة. ألو مرحبا. أهلا وسهلا من معنا. ألو مرحبا وسهلا. ألو أيوة تسمعينا؟ منى عادة زعتر. منى عامل؟ أيوة. منى من؟ أيوة. أقول لك منى من الاسم الكامل؟ باعشن. منى من باعشن؟ منى عادل باعشن. منى عادل باعشن. أوكي يا منى يلا جاهز على الأسئلة. منى عادل صالح باعشن. أوكي حلو يا منى عادل صالح باعشن. طيب من وين تكلمينا يا منى؟ أيوة. ها؟
اسمعيني من الهاتف. من وين؟ من الشافعي. من الشافعي، يلا ما شاء الله الشافعي اليوم تحرك، وتختاري رقم كم؟ رقم ثلاثة. رقم ثلاثة، وتقول لي منى، يا منى ما الطعام الوحيد الذي لا ينفذ ولا ينتهي صلاحيته؟ يعني ما شاء الله يدوم لش كل العمر، ما فيش اكسباير. ها؟ العسل. العسل، يا سلام عليش يا منى، وإن شاء الله بالله تعالى تكون حليفة إن شاء الله في نهاية هذا البرنامج. شكرا لك على الاتصال، وكما قلنا اليوم يشارك معنا طبعا في تقديم الجوائز العينية في هذا البرنامج إدارة شرطة أمن ساحل حضرموت، ممثلة بدائرة التوجيه المعنوي، والتي طبعا نقدر جهودها الكبيرة في طبعا الإيفاء وأيضا كذلك الرصد اليومي وأيضا الاطلاع الكامل لأنشطة وفعاليات كل أجهزة الأمن في المحافظة وأيضا كذلك في مديرية مدينة المكلا. نقدر جهود الشباب الرائعين الذين هم يشتغلون مع دائرة التوجيه المعنوي بأمن شرطة ساحل حضرموت. ناخذ مكالمة. ألو، مرحبا. ألو، السلام عليكم. ألو، عليكم السلام. أيوة، الصوت ضعيف. يلا. أنا منى، منى بن محفوظ. كيف؟ منى بن محفوظ. ما نسمع. منى، 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 منى بن محفوظ. منى بن محفوظ. منى من الاسم الرباعي؟ منى سعيد بن محفوظ. منى سعيد بن محفوظ، يا سلام يا منى. من وين تكلمينا؟ من الديس. من الديس، يلا جاهزة على الأسئلة؟ أيوة. يلا بسم الله، تفضلي يا منى. أختار رقم 26. 26، يا منى اليوم ما في عندنا جوائز، ها؟ اليوم مجانية المسابقة. شكرا يا منى، دخلتي معنا السحب، وان شاء الله بالله تعالى ما عليك الا الانتظار حتى نهايه هذه الحلقه وجوائزنا كالمعتاد. ونشكر كالمعتاد محلات اليزيد بلازا الراعي الذي دائما ما يوقف الى جانبنا في هذا البرنامج طوال النسخ الماضيه، ونحن اليوم في النسخه الرابعه. ايضا كذلك معنا اليوم الاوس ميجا ماركت، وايضا كذلك الوفاق للعطور، وسيتي سنتر ل الملابس الرجالية والشبابية، وأيضا كذلك دائرة التوجيه المعنوي بأمن ساحل حضرموت. ناخذ مكالمة. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم علي رايد، علي عامر الحمشي. حلو. علي من؟ علي رايد. علي رايد الحمشي. الحبشي، علي رايد الحبشي. كم عمرك يا علي؟ 12. يلا نبغى منك نسمع حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ نبغى منك نسمع حديث وندخلك على على السحب. ها؟ أو تختار رقم. يلا. إنما الأعمال، إنما الأعمال بالنيات. حلو، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل كل امرئ ما نوى. أيوة. كل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. شكرا لك يا علي، ودخلت معنا الساحب. وطبعا انما الاعمال بالنيات، دائما ما تكون اعمالنا تتقدم فيها النيه الصالحه باذن الله تعالى في كل ما نخطوه اليه، نسال ان شاء الله القبول في هذه الاعمال. ناخذ مكالمه اخرى. الو، مرحبا. ايوه، من معنا؟ الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك بركه احمد عمر بازومه. بركه احمد عمر بازومه. ايوه. من وين يا بركه؟ من المكلا. من المكلا، ايوه تمام. اليوم المشاهدين والمشاركين معنا يعني قاموا بالواجب، التزموا بالارشادات. يا بركه. ايوه. يلا جاهزه على الاسئله؟ ايوه. سمعينا اللي عندك، حاضرين؟ ينصد. يلا يلا جاهزة، اختاري رقم يا بركة. ان شاء الله تكون البركة دائما معك. امين. 40. 40، بغيت يلا ال40. اخر رقم. يلا بشوف اخر رقم. ويقول ال40، ما هو اسم انثى الخروف؟ تيس او نعجة او ضانة؟ انثى الخروف.
تحذف واحد. ودوري؟ لا تحذف واحد. طيب حذفنا ليش التيس؟ كيف؟ التيس حذفنا ليش؟ ضاني. بقيت نعجة وضاني، ايش تبغين؟ ضاني. الضاني متأكدة؟ يلا يا بركة. باقي معنا متصلين وايدين. يلا خلاص توكلي. الضاني ها؟ ايوه. يلا الضاني وحضش ان شاء الله يكون حلو. حظ اوفر يا بركة وان شاء الله باذن الله تعالى تكوني مبروكة في الحلقات القادمة باذن الله تعالى وان شاء الله تستمر الكهرباء ويتفاعلون معنا المشاهدين والمشاركين معنا وان شاء الله بالله تعالى نحن طبعا لا نظلم احد، ربما هناك يعني ظروف استثنائيه تعيشها المرحله ولكن يتطلب ايضا كذلك توفير كل الامكانيات التي بالامكان انها تستطيع ان توفرها قيادتنا المحليه مثلا باللواء ركن فرج سالمين البحسين. ناخذ مكالمه. الو مرحبا. الو يا اهلا وسهلا، من معنا؟ اميره سعيد محمد فتيح. علوية سعيد محمد. أميرة أميرة أميرة. أميرة سعيد محمد شتيح. أي أميرة؟ أيوة. أقول لك الاسم الكامل أميرة سعيد محمد شتيح. أيوة. يلا أوكي جميل، من وين تكلمينا؟ ألو أسمعينا من الهاتف، من وين تكلمينا يا أميرة؟ من المكلة. من المكلة، جاهزة على الأسئلة؟ ايوه. يلا تفضلي واختاري رقم. 8. ورقم 8 شو فيه صعب؟ بغيتيه؟ لا لا توش خلاص ما عم بقول لك لا صعب ولا سهل. ما هي كنية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس صعبا بل هو من اسهل مما نتوقع. ابو عبد المطلب، ابو القاسم، ابو عدنان. الو. ايوه كنية النبي صلى الله عليه وسلم ايش هي؟ ابو الباسم ان شاء الله. يا سلام يا سلام عليش، وشكرا لك على المشاركه واتمنى لك ان شاء الله التوفيق والنجاح في سحبنا لهذه الليله. ما عليكم الا التفاعل والحماس والتشجيع لنعطي اجواء جميله ورائعه مع هذا الاستديو الرائع الذي طبعا ظهر النسخه الرابعه والموسم الرابع في هذا البرنامج بحله جديده بوجه ان شاء الله ربما تعود عليه المشاهدين والمشاركين معنا، لكن ان شاء الله تكون فيها الفائده ان شاء الله باذن الله تعالى. ناخذ مكالمه. الو مرحبا، من معنا؟ سندس عبد القادر الحوتي. من هي؟ سندس عبد القادر الحوتي، يا اهلا وسهلا بسندس. من وين؟ من فوة صح؟ اه. يا اهلا وسهلا فيك يا سندس، وين الملكي؟ طيب يا سندس جاهز، جاهز على الاسئله؟ جاهزة على الأسئلة؟ ملكي. يلا تفضلي يا سدس، خلاص ما عاد بغينا الملكي خليه يتصل. طيب. اختاري رقم يا سدس. 18. ها؟ 18. تشوفين القناة أنت يا سدس تتابعينا؟ أيوه. ها؟ أيوه. والله تتابعي المسابقة فقط. يا سدس السؤال بيقول ما هي أول شهيدة في الإسلام؟ فاطمة محمد سمية بنت الخياط خديجة بنت خويلد رضي الله عنهما. شو هي أول شهيدة في الإسلام؟ يا سدس حذف واحد. حذفنا ليش الأول فاطمة محمد؟ سمية بنت الخياط. ها؟ الخياط يبقى. اوكي يا سدس شكرا لك، الف مبروك دخلتي معنا الساحب وان شاء الله بالله تعالى يكون حظك ان شاء الله في نهايه هذه الحلقه، ما عليك الا المتابعه. نذكر طبعا مشاهدينا الكرام بالرعاة المشاركين معنا في هذا البرنامج اللي يزيد بلازا كل ما تحتاجه الاسره تحت سقف واحد، الاوس ميجا ماركت والذي طبعا يقام خلال هذه الليالي الخيمه الرمضانيه التي تحتوي العديد من الاحتياجات الغذائية وأيضا كذلك الهدايا وما إلى ذلك. الوفاق للعطور وهو طبعا نموذج رائع يقدم في العطور والبخور والروائح الجميلة، وسيتي سنتر للملابس الرجالية والشبابية طبعا ما شاء الله معروف، وبإذن الله تعالى
يعني هناك البضائع وايضا كذلك الاسعار المناسبه، واليوم ايضا مساهمه من اداره التوجيه المعنوي بامن شرطه ساحل حضرموت في تقديم جائزه ماليه لهذا البرنامج. ناخذ مكالمه. الو مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مريم محمد الحداد. مريم محمد الحداد، من وين يا مريم؟ من الشارج. انت تتابع القناه ولا تتابع البرنامج يا مريم؟ نتابع القناه والبرنامج. ممتاز، ايش البرنامج اللي دائما يلفت انتباهك؟ ايوه. البرنامج اللي يعجبك في قناتنا؟ كاميرا المكلة. يا سلام يا سلام، بحيي الشباب الرائعين اللي معنا يجتهدون يخرجون كل عصيه عشان يوثقوا كل لحظه جميله في مكلانا الحبيبه. واختاري رقم يا مريم. نقول ان شاء الله رقم 7. رقم 7 مريم الحداد صح؟ ايوه. طيب يا مريم، من هو الشاعر الذي يطلق عليه لقب ذو القروح؟ احمد شوقي، الفرزدق، امرؤ القيس. ها؟ حذف اجابه. احذف لك احمد شوقي. يلا. الهجرين. بلد من؟ يلا معانا بالتصريح وايدين. تفضلي. الفرزدق. ها اخر شيء؟ الفرزدق ان شاء الله. يلا بسم الله نشوف الفرزدق يا مريم حظ اوفر. امرؤ القيس بن ابال الذي طبعا هو معروف بشاعر الهجرين، وهو طبعا من الذين سكنوا الهجرين. امرؤ القيس ربما هو وربما ايضا كذلك لان امرؤ القيس اسماء كثيره في مختلف العصور والازمان، سواء هناك في العصر حق بنو كليب وبدر من هذه. طيب اوكي ناخذ مكالمه جديده. الو مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. وين ما شاء الله اليوم الا النساء مكتسحات البرنامج. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. من معي؟ هند سعد ربيع. من؟ هند سعد ربيع. سعد ربيع الاول من؟ هند. هند. ايوه. هند سعد ربيع، من وين يا هند؟ ايوه. من روكو. من روكو، اهلا وسهلا باروكو، بنحييكم على مشاهدتكم الدائمه في هذا البرنامج. اوكي. انا؟ ايوه تفضل يا هند. ايوه. ايوه تفضل، اختاري رقم. رقم 17. ان شاء الله بلغوا تحياتنا للروكم 17. العزيز الغالي محمد بابترف طبعا يشاهدنا ربما حاليا. ما هو اسرع طائر على الارض؟ اسرع طائر على الارض. الحمامه، النعامه، الصقر على الارض. لكن المساعده. قد هو اسرع يعني اسرع طائر. اسرع طائر بس على الارض. الحمامه ولا الصقر ولا النعامه؟ احذف واحد. يلا رقبته طويلة. ها؟ رقبته طويلة، النعامة. النعامة يا شكرا يا الروكم، وبالله تعالى تكونون إن شاء الله من أصحاب الحظ الأوفر في جوائزنا لهذه الليلة، وبكل تأكيد ناخذ أيضا متصل جديد ونشوف من معنا، إن شاء الله رجال والله شباب. ما حد اتصل معنا إلا اسمه علي صح؟ علي الحبشي. الو مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه قد معنا؟ صالح بن غزي. صالح؟ صالح بن غزي. ما اسمع الاسم. صالح بن غزي. شهد؟ ايوه. شهد فلان غزي. صالح بن غزي. غزي ها؟ قد وين يا شهد؟ من فوق. من فوق. طيب اختاري رقم يا شاهد. واحد. رقم واحد يا شاهد، والسؤال بيقول ما هو الجزء الذي يؤكل في نبتة الجزر؟ الورقة ولا الجذور ولا الثمار؟ الجزر تاكلينه انت؟ الجذور. الجذور. ايوه شكرا لك يا شاهد. ان شاء الله اتمنى لك التوفيق ان شاء الله في نهايه هذه الحلقه.
بكل تأكيد المكلة اليوم طبعا أيضا كذلك في ثالث أيام شهر رمضان المبارك. يعني للأمانة الشهر يعني يمضي سريعا ولا بد أن نستغل كل أوقاته ولياليه. طبعا أنصح نفسي وأنصح وإياكم إن شاء الله نستغل هذا الشهر في طاعة الله وأيضا كذلك التعاون والتكاتف والتراحم فيما بيننا. نأخذ مكالمة. ألو مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة هذه الأصوات واضحة واللي طبعا تتحمس للبرنامج. من معنا؟ سهالة صالح بن حريز. غادة. سهالة. سهالة. أيوة صالح بن حريز. صالح بن حريز من وين؟ من الشرق. من الشرق. طبعا آه. بن حريز هنا معروفين في الحارة، شاعر كبير بن حريز، تعرفينه ولا لا؟ يقعولي. يقعولي شي الله تبارك. اوكي اختاري رقم يا سهالة. وخليها بالسهالة. بدها بالسهالة. نعم، اختار بطافي. لا 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 30. كم قلتي؟ 30. 30. يلا، السهالة يقول 30، ألف مبروك يا سهالة وسهالة ما شاء الله. على طول دخلت الساحب وما عليك إلا الانتظار في نهاية هذه الحلقة، ربما أمورها إن شاء الله تكون دائما في سهالة وخير وعافية يا رب إن شاء الله، ونتصل ويتصل معنا ونشوف من هو المتصل الجديد هذه اللحظات. ناخذ مكالمة. ألو. ألو. مرحبا. تفضلي من معنا؟ صفية عادل باعثة. صفية؟ عادل باعثة. عادل؟ باعشن. أيوة. صفية عادل باعشن، من الأولين اللي اتصلت؟ منى. منى، تتنافسنا؟ أيوة. يلا، طيب يا اختاري رقم يا صفية. عشرين. يلا السؤال بيقول 20 يا صفية. عام كم بني مسجد جامع السلطان عمر بالمكلا؟ تعرفين السلطان؟ ايه؟ مسجد السلطان جامع عمر بالمكلا. 1348، 1349 او 47 هجرية طبعا. 9 حديث إجابة. رقم؟ حدث؟ واحد صح؟ واحد. حذفنا واحد. طيب حذفنا واحد، المهم دخلوها السحب، دخلوها السحب. شكرا لك يا صفية. في 49. طيب ضغطنا عليه. يلا ناخذ مكالمة أخرى. نقول ألو مرحبا. نشوف مين المتصل الآخر معنا. ونرحب طبعا بكل المشاهدين معنا في هذه اللحظات والذين إن شاء الله يتابعونا سواء عبر الشاشة أو كذلك إن شاء الله ستكون خطوة إن شاء الله، لكن سنفصح عنها إن شاء الله في الحلقات القادمة. ناخذ المكالمة. من معنا؟ ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، من معي؟ علي عبد القادر الحوثي. عليا عبد القادر الحوثي. ايوه. طيب يا عليا من فوق؟ ايوه. اوكي جبران وين اليوم؟ زعلان علينا. طيب اختاري رقم. 15. رقم 15 يا عليا. ما شاء الله الجبران والحوثي يمسك معهم الخط مباشرة. الف مبروك يا عليا، اتمنى لك ان شاء الله التوفيق. ما عليك الا الانتظار حتى نهايه هذه الحلقه. جوائزنا مقدمه من محلات اليزيد بلازا والاوس ميجا ماركت وايضا كذلك الوفاق للعطور وسيتي سنتر ودائره التوجيه المعنوي بامن شرطه ساحل حضرموت، والذي طبعا نحث المواطنين على التعاون مع رجال الامن والشرطه في كل ما يمكن ان يتعاونوا فيه من اجل الحفاظ على السكينه والامن والامان، ونقدر جهود هؤلاء الجنود الذين ربما مساكين يعني تجدهم بثلاثة اشهر او اربع اشهر بلا رواتب. نحييهم على هذه الوطنيه وهذه الروح وهذه اليقظه العاليه، ورب ان شاء الله يحفظ مدينتنا المكلا وحضرموت فهموها. طيب يا سلام، ناخذ المكالمه. ألو. أيوة خضرو. اسمي منى. أيوة منى. من
منى عبد الله. واللي بعده؟ عبد قلت له تحب بغويطة. بغويطة. منى عبد الله بغويطة. من وين كلمتها يا منى؟ من الديس. من الديس. يلا اختاري رقم يا ابونا واسمعينا من الهاتف. من الديس. أربعة. رقم أربعة بيقول يا ابونا. سمعين ألف مبروك يا ابونا. فكيت علينا دخلتي السحب. شكرا لك وبعليك إلا الانتظار حتى نهاية هذه الحلقة. طبعا هناك إتاحة للمشاركين معنا لكي طبعا نشمل الكل ونحيي الكل، وأيضا كذلك حتى الخاسر هو رابح معنا بالطلة وأيضا الاتصال والمشاركة في هذا البرنامج. نأخذ مكالمة. ألو مرحبا. وين الشباب؟ وين الرجال؟ وينهم؟ أيوة أيوة. أم عدي معك. أهلا وسهلا. من معي؟ أم عدي. أم علي. عدي. 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 أيوة. عدي من؟ باني. عدي سالم؟ باني. عدي باني. أيوة. الاسم الرباعي عدي من؟ صالح. عدي صالح؟ باني. صالح باني. حلو. عدي صالح باني. من وين تكلمنا؟ من المكلة. من المكلة. أهلا وسهلا فيك. أول مرة تشاركنا؟ لا من العام. من العام. حلو يا عدي. يلا تفضل على الأرقام. إذا عدي الله ترى. يلا يا عدي. ستة. ستة؟ أيوه. نشوف السؤال يا عدي. عدي أنت تدرس صح؟ أم عدي. أم عدي. ها؟ أم عدي. أم عدي. أيوه. أم عدي. أم عدي. أوكي يا أم عدي، من هو العالم الذي اكتشف جاذبية الأرض؟ هل هو نيوتن، إديسون، أم ابن سينا؟ من يحذف لي إجابة؟ أحذف لي شو ابن سينا؟ الإجابة الأولى. واحد واثنين. الإجابة الأولى. يا أم عدي ما شاء الله معلومات يعني يا أم عدي. ها؟ كويس حلو. شكرا لك على الإجابة وإن شاء الله ما عليك إلا الانتظار حتى نهاية هذه الحلقة. بكل تأكيد مشاهدينا الكرام ما علينا إلا أن نتكاتف، أن نطور أيضا كذلك من ذاتنا وأيضا كذلك قدراتنا ومهاراتنا، ونجعل دائما أمالنا عالية وليس هابطة. نأخذ المكالمة. ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. هلا مرحبا. من معنا؟ معك صفاء عمر عاشور. صفاء عمر؟ عاشور. عاشور؟ ايوه. بعد عاشور من؟ يعني اللقب عاشور. ها؟ اللقب عاشور. اللقب عاشور. صفاء عمر عاشور. من وين يا صفاء؟ من الشحر. من الشحر. اهلا وسهلا فيك. تشوف الجبال اليوم؟ ايوه. ها؟ كيف؟ الجبال تشوفونها في الشحر؟ الإذاعة مش واضحة يلا. الإذاعة؟ لكن الجبال بنات المكلة؟ ها؟ تتصلين على جناة الآن؟ أيوه على جناة. على جناة. بس الجناة تظهر في الشحر أو لا؟ يعني ساعة تظهر ساعة تروح. أوكي. يلا نختار ليش رقم خمس. 14. 14. لأن شو ما تشاهدين جناة. ما هو الحيوان الذي يخاف من صوت الديك؟ عارفين صوت الديك؟ أيوه. اللي في الطريق دي. أيوه. النمر ولا الأسد ولا الغزال؟ الأسد. الأسد. ما شاء الله على الشحر. شكرا لكم وإن شاء الله بإذن الله تعالى تكون الشحر دائما مبدعة وهي ولادة للإبداع في الفن وفي كل شيء. فاصل مشاهدينا الكرام ونعود وإياكم، فابقوا معنا ولا تذهبوا. مرة أخرى مشاهدينا الكرام عدنا إليكم من جديد في هذه اللحظات وفي ثاني ليالي طبعا هذه الحلقات من برنامج اربح معنا في نسخته الرابعة وفي موسمه الرابع، وأيضا كذلك حضوركم وتفاعلكم ومشاهدتكم لكل طبعا رجال ونساء وأطفال يشاهدنا، تحية وتقدير لهم على المتابعة الدائمة
والتفاعل الإيجابي الذي طبعا استطاع بكم أن ينجح هذا البرنامج في مواسمه الماضية، وإن شاء الله بالله تعالى يكون أفضل في هذا الموسم والمواسم القادمة. ونرجع للمكالمات، نأخذ أيضا المكالمة، بس نذكر أيضا كذلك للمشاهدين معنا بالأمس طبعا فازوا معنا 3 أو 4، بقي عدم استلام جوائزهم هم صالح العجيلي وأيضا كذلك شفاء أحمد عمر وموقع القناة طبعا للعامة، لكي لا طبعا يتيه أي أحد منكم على إذا كان هناك عملية استلام للجائزة، موقع القناة طبعا العمارة اللي أمام فندق موج في مدينة المكلا، العمارة التي بها البسيري الدور السادس. وبالله التوفيق نأخذ هذه المكالمة. ألو مرحبا. ألو. أيوة من معنا؟ أم محمد بنطارة. أم محمد بنطارة. بنطاري. بنتيرس. بنتيرس. الاسم أم محمد من؟ أم محمد عمر. أم محمد عمر بنتيرس من وين؟ من روكم؟ أيوة. أهلا وسهلا فيكم بروكم. يلا اختاري رقم يا أم محمد. 39. 39. أيوة. طيب ونشوف السؤال رقم 39 يا أم محمد. ألف مبروك يا أم محمد، دخلت معنا السحب، وإن شاء الله أتمنى لك التوفيق إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة. ما عليك إلا المتابعة اليوم، ما شاء الله الشاهي والديكور الحلو، أكيد يعني الصراحة الموسم الرابع موسم غير، والخامس بيكون أحسن من الرابع. نأخذ أيضا مكالمة جديدة، نقول ألو مرحبا. ألو. السلام عليكم. ألو. أهلا وسهلا، من معنا؟ معكم سميرة سعيد ناتا. سميرة سعيد. أم سميرة سعيد ناتا. أم سميرة سعيد ناتا. ياسر ناتا. ياسر ناتا. أم سميرة سعيد. طيب ناتا من وين تكلمينا؟ ناتا. من ناحية السلام. حي السلام. اسمعينا من الهاتف يا ام سميرة. خفض صوت الشاشة عندك، انا عندي من التلفزيون. ايوه انا بقول لك بالرقم اللي بغيتي بتختارينه. يلا اختاري الرقم يلا. رقم 9. رقم 9 يا ام سميرة. ايوه. ما هو اول مسجد بني في الاسلام؟ سهل جدا. يلا كم بغيت عليه؟ القبة. القبة. قبة قبة قبة. نعم شكرا لك يا أم سميرة، إن شاء الله أتمنى لك إن شاء الله التوفيق والصحة والعافية طبعا. والله يعني مثل هذه الأصوات يعني تثلج الصدر عندما تسمع الأم تتفاعل، وأيضا كذلك الأبناء يتفاعلون والأطفال يتفاعلون والرجال يتفاعلون، ف نظرا لأن البرنامج دخل في قلوب الجميع، وبالتالي هو طبعا تاج على رؤوسنا. نأخذ مكالمة جديدة. ألو مرحبا. ألو. هلا وسهلا، في معنا؟ مروة مدريكان. مروة عمر دريكان من الشحر. أيوة. أهلا وسهلا فيك يا مروة، وخذينش من 11 إلى 38. هات لي 11. رقم 11. والسؤال بيقول وحظكم حلو أنتم يا دريكان، لأنكم دائما ما تكونوا متفاعلين حتى وإنكم ما تشاهدوا المسابقات. من هو أول قاضي في الإسلام؟ عثمان بن عفان، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، بدون حد. عمر. يلا سؤال سهل جدا. عمر. عمر بن الخطاب. شكرا لك يا مروة، بإذن الله تعالى يكون لك إن شاء الله النصيب الأوفر في نهاية هذه الحلقة. نسعد بالمشاركات ان شاء الله. شوف الشحر متفاعلين حتى وهم يشاهدوا القناه، لكن الغيل ما ادري ايش فيهم. امس كان في اتصال من الغيل للامانه، ولكن ايضا نريده اليوم يتفاعل، ونريد ايضا كذلك من كل المديريات التي يصلوا طبعا باقه، وايضا كذلك قناه المكلا في الباقه المشتركه في شبكه الصفا او الشبكات الاخرى. ناخذ مكالمه جديده. الو مرحبا. السلام يا هلا وسهلا ومرحبا، من معنا؟ سالم الهاجي. سالم؟
سالم سعيد الحيقي. سالم سعيد الحيقي. ايوه. حياك يا سالم، كيف حالك؟ تمام. والله من قبلان شو مشتاقين للاصوات هذه. حياك حياك. مزحومه على الحريم بس البرنامج. يا سالم طيب جاهز على الاسئله؟ ايوه. يلا تفضل اختار رقم. ها يا سالم؟ 25. 25. السؤال بيقول يا سالم شربت شاي اليوم يا سالم؟ ها؟ 25. ايوه. من اول من بايع ابو بكر الصديق على الخلافة لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني سعد؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب. نعم يا سلام عليك يا سالم، وان شاء الله تكون من السالمين الغالبين دائما معنا في هذا البرنامج وفي كل اوقاتك وايامك الحلوه ان شاء الله بالله تعالى. وناخذ ايضا متصل جديد، ونذكر طبعا بالمشاركين معنا من الرعاه في هذا البرنامج محلات اليزيدي بلازا، الاوس ميجا ماركت، والوفاق للعطور، وسيتي سنتر، وايضا دائره التوجيه المعنوي بامن الشرطه ساحل حضرموت، والتي طبعا نوجه لها اجمل التحيه والتقدير على مساهمتهما الرائعه في هذا البرنامج. ناخذ مكالمه. السلام عليكم. سلام الرحمه والمغفره. اهلا وسهلا. من معايا؟ جبران عز قادر الحوثري. اهلا وسهلا بالملكي، حي الله. انت ايش تشجع من في الانديه السعوديه جبران؟ ها؟ جبران انت تشجع من في الانديه السعوديه؟ النصر. النصر عالمي. ها؟ ها؟ يعني تشجع النصر؟ ها؟ العالمي يعني؟ ايوه. اها، ما انت اتحادي؟ لا لا، بس انا اختلف معك في هذا الشيء. طيب يا جبران اختار رقم. يلا رقم 10. رقم 10 يا جبران. جبران من اول الناس اللي يتابعون معنا وهو صغير، ولا ما شاء الله صار عمره. من هو اول ابن لسيدنا ادم عليه السلام؟ هابيل او قابيل او نوح؟ يلا يا جبران اللي عندك يفكروا. يلا احذف لي واحد. احذف لك نوح. يلا طيب. هابيل ام قابيل؟ قابيل. اه بتأكد؟ ايوه. يلا نشوف حقك الحظ والإجابة تكون خاطئة. جبران ما عليك الا انك ضروري اصلا بتشارك بكره باذن الله تعالى. شكرا لك يا جبران، وان شاء الله اتمنى لك التوفيق. وناخذ ايضا متصل جديد نشوف من معنا من غير جبران. الو مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نبيله صالح. صالح من؟ نبيله خديجه. نبيله. 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 ايوه. صالح بن صالح. نبيله صالح بن صالح بن الشر. اهلا وسهلا فيك يا نبيله، وناخذ لك يلا رقم اختاري. يلا يا نبيلة معش في جوائز، شو فيها؟ 24. شي ماشي جوائز معنا اليوم. يقول في عادي. يا سلام يا سلام. ما هي المادة التي تعطى النبات لونا أخضر؟ يعني تخليها لونها أخضر. الكلوروفيل. ما شاء الله تبارك الله نبيلة. شكرا لك على الإجابة، وألف مبروك يا نبيلة، وإن شاء الله تكوني معنا من الرابحات في نهاية هذه الحلقة. وتشوف ايضا من المتصل الاخر معنا في هذه اللحظات. يلا نبغى نشوف من بناء الديس اليوم. الديس ما في احد من الديس. الو مرحبا. اهلا وسهلا. من معنا؟ الو. ايوه تفضلي. انا حسان غزي. من هو؟ انا حسان غزي. عاد بسمعك. غزي. الو مرحبا. خذنا مكالمة أخرى يلا، ونشوف مكالمة أخرى. شوف إذا كان الصوت مش واضح يتم عملية قطعه، لذلك يتيح الفرصة أيضا للمشاركين معنا الذين يبغون يشاركون. الو مرحبا. أيوه. الو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مين معي؟ أنا عثمان غزي. مروة. ما أسمع الاسم. أنا حسان غزي. حسان غزي، والأول من؟ طيب يلا تفضل على هذا، فهمك الكنترول. يلا يا حسان
الو ايوه اقول لك يلا تفضلي على الارقام 15 16 اختاروه لا 16 مختاروه 16 يلا يلا فكيت علينا الف مبروك دخلتي السحب شكرا لك على المتابعه وان شاء الله باذن الله تعالى نصيبك يكون ان شاء الله بس فهموا اسمك او عرفوا وكتبوا اسمك ان شاء الله بالصحيح ان شاء الله باذن الله تعالى ناخذ ايضا متصل يكون واضح ونقي وايضا كذلك يكون في نوع سلاسه في عمليه الكلام الو مرحبا سلام الرحمه ايضا برضو هذا ضعيف الو ايوه تفضلي أميمة نبيلة علي أميمة نبيلة علي أميمة نبيلة علي أميمة نبيلة علي بس كنترول زي الصوت أميمة نبيلة علي أميمة نبيلة علي طيب من وين تكلمينا؟ من المكلة من المكلة تفضلي على الأرقام يلا صوت ضعيف مرة تفضلي اختاري رقم يلا بسرعة رقم 2 رقم 2 يلا السؤال بيقول رقم 2 يا أميمة ما أسرع المخلوقات البحرية سمك القرش ولا التونة ولا الدولفين ها ايش اللي يلا بسرعة كلش خلك بغلبة تشارك معنا يلا شاهد الإجابة نحذف لش واحد يلا حذفنا لش الأول رقم واحد يلا عد لش الخمسة ما جاوبت أقطع واحد اثنين ثلاثة ايش الدولفين حذفت الا رقم واحد حذفت انت كم رقم واحد اقول لش حذفت رقم واحد بسرعة يلا باقي لي اثنين اربعة دولفين يلا الدولفين شوفش على خير ان شاء الله باذن الله تعالى شكرا لك ما عليك الا المتابعه في حلقات قادمه باذن الله تعالى شكرا لك على الاتصال وناخذ ايضا متصل جديد ان شاء الله يكون واضح الصوت ويكون ايضا كذلك سريع الاجابه في هذه اللحظات من معنا المتصل الو مرحبا السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته معك افراح هود يسلم من؟ افراح هود يسلم افراح هود يسلم يسر من وين؟ من المكلة افراح هود يسر من المكلة طيب افراح تفضل على الارقام والله رقم 13 لا لا كذا شوف اللحظة كم؟ 35 35 طيب يا افراح متى افتتح خور المكلة اللي صار الان في حالة يرسل هذا خور خصم لله حدث إجابة في 2005 أو 2006 أو 2004 2005 أو 2006 أو 2004 حدث واحد العيد اللي احتضناه نحن عام كم؟ كم؟ العيد الوطني اللي احتضنته المكلة في عام كم؟ العيد الوطني الله يذكره بالخير عبد القادر الهلال ها؟ 2005 غفر الله له 2005 شكرا لك على المشاركة وإن شاء الله ما عليك إلا الانتظار حتى نهاية هذه الحلقة بإذن الله تعالى وبكل تأكيد يعني خور المكلة واحد من المنتجعات السياحية تعبني نطلع تقارير في قناة المكلة وفي كل مكان لكن لا حياة لمن في نادي ويقول لك إن شاء الله نحن نعمل دراسات لشان نطوره لشان ما أدري إيش الدحل في الحددة إيش عادة أقول والحفار أيضا كذلك في الممرات اهلا وسهلا من معنا؟ الو ايوه تفضلي من معنا؟ اميات نعم ناخذ مكالمة أخرى اميات اميات ها؟ اميات ام هلال ام اياد ام حياد ام اياد ام هلال ايوه الاسم الرباعي يا ام هلال عشان ما تتصلي مرة ثانية باسم ثاني أم إياد محمد بن حيثون أم إياد محمد بن حيثون محمد بن حيثون بن حيثون من وين من روكم أيوة طيب اختاري رقم يلا يا أم إياد والله الروكم ما شاء الله اليوم مكتسحين الحلقة رقم 36 36
ايوه. طيب السؤال بيقول يا ابو اياد، كم عدد مديريات حضرموت؟ هل هي 30 ام 35 31؟ يا ابو اياد. طيب. كم عدد مديريات حضرموت؟ بنحذف لي ان شاء الله رقم 3 اللي هو 31، بقي 30 و 35، كم تختاري؟ ثلاثين. ما شاء الله يا ابو اياد، شكرا لك على المشاركه، وباذن الله تعالى يكون حظك ان شاء الله في نهايه هذه الحلقه، ما عليك الا التواصل، واجدك كذلك الانتظار حتى نهايتها. ولا نريد ان نختم معكم الا لننتهي من كل الاسئله. ناخذ المكالمه. الو مرحبا. السلام عليكم. سلام، بغير السرعه عشان تكسر عدد اكبر من المشاركين. الو، تفضلي، مين معنا؟ الو، ايوه تفضلي، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مسابقه معنا. تفضلي، اهلا وسهلا، من قناه المكلة المحليه، حياك الله. الاسم الكريم؟ محمد عوض باوزير. محمد عوض باوزير. محمد عوض باوزير. كذا ريض. ايوه. من وين تكلمنا يا محمد؟ من الديس. من الديس. ها؟ حلو، من الديس. اختار رقم يا محمد، يلا. طافي الكهرباء عندنا. طافي الكهرباء، خذ لك 22، يلا. ها؟ اخترنا لك رقم 22. ايوه. ما هي؟ من هي ذات الهجرتين؟ يعني اللي تلقب بالهجرتين، ام كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمه بنت محمد، او رقيه؟ كانت ما اسمعك يعني. ذات الهجرتين. يعني في من السيدات هذه تلقب ب الهجرتين، ذات الهجرتين، أم كلثوم أو فاطمة بنت محمد أم رقية. ذات الهجرتين. هجرتين. الهجرتين. ده يعني هاجرت مرتين إلى الحبشة وإلى المدينة المنورة. ما هي؟ ها؟ أه؟ ما هي أحد الهجرتين؟ يعني هاجرت مع المسلمين في أول الحبشة. أعتقد أنها الهجرتين إلى الحبشة هي معها. هاجرت هجرتين. ها؟ أه؟ أم كلثوم زوجة من زوجات الرسول، هذا الهجرتين. ها؟ ايوه تفضل، مين تختار، أم كلثوم أو فاطمة أو رقية؟ فاطمة أو رقية. أو أم كلثوم. أو أم كلثوم. ها بسرعة. أو رقية أو أم كلثوم، لا ذات الهجرتين. يلا. ها نختار، نحذف لك رقم كم؟ رقية. رقم 2 حذفنا لك، يلا بقي أم كلثوم ورقية، يلا. رقية. رقية، يلا شكرا لك على المشاركة، وبإذن الله تعالى يكون لك إن شاء الله نصيب حظ أوفر في نهاية هذه الحلقة. دخلت معنا السحب، وأيضا كذلك نشوف من المتصل الآخر معنا. نقول مرة أخرى عدنا إليكم بعد هذه المكالمة. ألو مرحبا. ايوه من معنا، اهلا وسهلا. الو. ايوه تفضلي، قناه المكلة المحليه، برنامج اربح معنا في نسخته الرابعه. الو. ايوه تفضلي، من معنا؟ جيب لنا مكالمه اخرى يلا. طيب، لابد مشاهدينا الكرام ان نعطي مجال ومساحه للمشاركين معنا. انت يلي تتصل وصوتك مش واضح راح تتعبنا، لكن اذا كنت واضح الصوت وناخذ ونعطي معك راح تتسهل الامور وتعطي فرصه للاخرين في المشاركه في هذا البرنامج، لانه البرنامج مزحوم. ويوب شكرا لك. مره اخرى ناخذ مكالمه. الو. السلام عليكم. سلام الرحمه، ارفع الصوت مره اخرى. الو السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وصحتين شاوش. صفا حسين. وفاء وصحتين شاوش. شاوش. ايوه. صفا. وفاء. وفاء. ايوه. وفاء حسن. الشاوش. الشاوش. من وين يا وفاء؟ من المكلة. من المكلة، تفضلي على الأرقام يا وفاء. شاهدين القناة أنتِ؟ ايوه. يلا نشوفه إن شاء الله.
27 واخت ولدي يقري السؤال. يلا ايش يقول السؤال يا وفاء؟ يلا بسرعة. ما هو أخف الغازات؟ أيوة إيش هو؟ الهيليوم. ها؟ عطني مساعدة. طيب الدرسين أنت؟ أيوة. صف كم؟ جامعة سابعة. ها؟ طيب حذفنا ليش الأول رقم واحد؟ بقي الأكسجين ولا الهيدروجين؟ الأكسجين. ها فاكرة؟ إن شاء الله. يلا إن شاء الله يوفقوني بال مشاركين معنا دايب ان شاء الله في كل حلقه ان شاء الله. شكرا لك على الاتصال. ناخذ ايضا متصل جديد ونقول مره اخرى الو مرحبا ويا هلا وسهلا ومرحبا بالمشاركين والمشاهدين معنا حتى اللي يشاهدون ويستمتعون بالبرنامج وان شاء الله بنكون خفيفين عليهم. تفضلي من معنا. ايوه تفضلي ارفعي صوتك. معك نور سيف. نور سيف. نور حسين. سيف. نور سيف. ايوه. نور سيف من؟ نور سيف سعيد. نور سيف سعيد. سعيد غالب عبتولة. نور سيف سعيد فكيري. نور سيف سعيد. نور سيف سعيد نصر سعيد. من وين تكلمينا يا نور؟ نور سيف سعيد. من وين تكلمينا؟ من جسر المكلة. من جسر المكلة. تفضلي على الارقام او نختار رقم 33. خلاص ما عندي شاشة. ألف مبروك ألف مبروك دخلتي معنا السحب. شكرا لك على المشاركة في هذا البرنامج يا نور. ناخذ أيضا متصل جديد ونقول ألو مرحبا يا هلا وسهلا وبكل المشاهدين معنا كما قلنا حتى اللي ما يشاركوا معنا بس هم على شاشة قناة المكلة دائما يتابعوا هذا البرنامج ودائما يستمتعون بالمعلومات بالفائدة بأيضا كذلك الديكور الحلو وما الى ذلك. ايوه بالمعنى تفضلي. الو. ايوه تفضلي. حيا الله تفضلي. افناء خالد بن عامر. افراح. لا مريم خالد بن عامر. مريم خالد بن عامر. ايوه اول مره تتصلي علينا يا مريم. مريم هو خالد بن عامر. ايوه. من وين تكلمينا؟ ايوه تسمعيني من الهاتف يا مريم. تفضلي يا مريم. طيب بعكار. من الشري. يلا يا طيب. يلا يا مريم اختاري رقم. يلا اختار رقم 13. كانش اول مرة تتصلين. ايوه اول مرة. الخطأ. طيب في اي شهر انزل القرآن يا مريم؟ ها يا رمضان. أكيد صار رمضان. شكرا لك يا مريم. شابك من ذلك التوفيق. ومريم ما شاء الله أكبر الوحدة اللي هي يعني ربما لأول مرة تشارك معنا وحماسية أيضا كذلك. ونسعد بهذه المشاركات ونسعد بهذه الأصوات ونسعد أيضا بكل المشاهدين معنا أينما يكونوا مشاهدتهم لهذا البرنامج. نأخذ أيضا متصل جديد. وينك يا مواطن؟ الو مرحبا. الو. ايوه بمعنى. الو. اتفضلي بمعنى. مين هذا الداري؟ سمعتوها؟ عيد الاسم يلا. بسرعة عيد الاسم. ها؟ خلص البرنامج. يلا خدنا مكالمة أخرى نشوف المكالمة الأخرى واللي هي أوضح وأمثل وأنسب وأفضل إن شاء الله. وكل المكالمات إن شاء الله تكون بإذن الله تعالى ما على المشاهدين طبعا الابتعاد شوية عن التلفاز لكي يسمعنا من الهاتف إن شاء الله إلا إذا ما يشوف هذا مشكلة. ناخذ مكالمة. ألو مرحبا تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. هلا وسهلا. كيف حالك؟ حياك الله. ارفع صوتك عليك كمان. ارفع صوتك. اخر شيء. الاسم الكريم من؟ محمد عوض العجيلي. محمد عوض. ايوه. محمد عوض العجيلي. من وين تكلمنا يا محمد؟ من ريان.
بدون ريال. كويس. هذا الريال شوف القناة. ها؟ شوف القناة في الريان. أي شوفها شوفها. ممتاز، حلو، جميل جدا. يلا أهلا وسهلا فيك يا عزيزي، تفضل على الأرقام. أفضل 34. ها؟ والسؤال بيقول يا عزيزي، أين يقع قصر البعيد؟ تعرف قصر البعيد؟ لا أعرف قصر صدافة. ها؟ ما أعرف قصر البعيد. ما تعرفه؟ لا. تريد المكلة ولا الغير ولا الشحر؟ حذف السؤال. طيب، حذف قالك الشحر. قصر البعيد كل يوم تمر عنده ولا انت من تداريبه؟ الغيل الغيل الغيل. ايوه. نركز على الغيل. خلاص. هاي تثبت. وخيف المكلة وين الغيل. شكرا لك، وان شاء الله بالله تعالى تكون ان شاء الله تشاركنا في حلقات القادمة. قصر البعيد، قصر السلطان الجعيطي هنا في مدينة المكلة، هذا المعلم التاريخي الرائع والجميل الذي اهتمت به مؤخرا هيئة التراث وجعلت له إنارة جميلة ورائعة، وإن شاء الله يستكمل المرحلة الثانية، وأيضا الحديقة التي بداخل هذا القصر تستغل وتكون فسحة لكل المحبين لهذه المدينة. أهلا ومرحبا، نأخذ مكالمة. محمد ناصر الشرفي. محمد ناصر الشرفي. الشرفي بوين كريم يا محمد؟ من غير بوزير. من غير بوزير. اهلا وسهلا فيك يا محمد. اختار رقم يا محمد. يلا. كيف رمضان في الغير؟ 15. ايوه. كيف رمضان في الغير؟ 15. لقطوه 15. انت تشوف القناة ولا ما تشوفها الحين؟ انت تشاهد القناة الحين؟ شوفها. طيب 15 عندك قدو لقطوه. قد اختاروه 15. 19. يلا. كيف رمضان في الغيل؟ نبغى نشوف رمضان في الغيل. الحمد لله زين. حلوة. غير. ايوه. با وزير. طبعا شكرا لك يا محمد، وان شاء الله يكون لك نصيب اوفر في نهاية هذه الحلقة بإذن الله تعالى. ناخذ متصل جديد. غير باوزير، طبعا تتميز هذه المدينة الرائعة، ثقافة أهلها، نظافة مدينتها والبيئة. صراحة ما شفت حد كما الغيل في النظافة، يعني المكلة حالة يرتهى لها في النظافة، لكن الغيل ربما هي أجمل مدينة في حضرموت من ناحية النظافة. ناخذ مكالمة جديدة. ألو. ألو مرحبا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أم صبري صالح. أم صبري صالح. أيوة. أم صبري صالح العسل. أيوة. اهلا وسهلا فيش ومرحبا فيش وحياك الله وطاس الصحة والعافية يا رب ان شاء الله. صبري صالح. ايوه ايوه. تسمعينا؟ الله يحييك. الله يحفظك يا رب ان شاء الله. تختاري الرقم. ايوه رقم 7. رقم 7 اختاروه. خلاص 12 اختار لي. رقم 7. رقم 12 اخترنا لي. رقم 12. يا أم صالح دخلت السحب يا أم صالح. شكرا لك على المشاركة، وشكرا لك على التفاعل، ونحيي طبعا مثل هذه الأصوات وأيضا كل الأصوات التي هي طبعا تشارك معنا دائما، فهي طبعا محل إعجابنا وتقديرنا وأيضا كذلك تفاؤلنا. نأخذ أيضا متصل جديد وبعده نطلع فاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بك معنا. أيوه. بنا معك سارة عوض سالم. سارة عوض سالم. صالح. أيوة سارة عوض سالم. سارة عوض سالم. أيوة. وبعد سالم من جسر المكلة. بعد سالم من القبيلة عوض سارة عوض سالم. سارة عوض سالم من جسر المكلة. طيب هات القبيلة. يلا اختاري رقم يا سارة. رقم 3. كنت سبعين ما شاء الله في الأرقام. رقم كم؟ 3. 11 اختاروه. 3. أنت تشوفي القناة ولا لا؟ لا لا ناسي عندي. يلا 32 اختار ليش 32. السؤال بيقول ما هي السورة التي لم يذكر فيها حرف الميم يا سارة؟ حرف الميم. سورة
هل هي الكافرون أو البسد أو الكوثر؟ ما هي الصورة التي لم يذكر فيها حرف الجيم؟ لم يذكر فيها. أكد اختيارات؟ يلا اختيارات، الكافرون ولا البسد ولا الكوثر؟ الكافرون ولا البسد؟ ولا الكوثر؟ يلا يا سارة. كم اختيارات؟ قلت ايوه. ايش اختيار الاول؟ اختيار الاول الكافرون، والثاني البسد، والثالث الكوثر. وابغيتي انت؟ الكوثر والمسد والايش؟ والكافرون، تعبتينا. الكوثر. الكوثر، يلا شكرا لك يا سارة، وباذن الله تعالى يكون نصيبك ان شاء الله في نهاية هذه الحلقة وجوائز لك المعتاد مقدمة، لكن بعد هذا الفاصل سنذكر الرعاة اللي شاركونا معنا في هذا البرنامج. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، ونعود واياكم في الجزء الاخير من هذا البرنامج، برنامج اربح معنا في موسمه الرابع. ناخذ هذه المكالمه. الو مرحبا. الو ايوه، مين معنا؟ أم حنين بن محفوظ. ارفعي صوتك. أم حنين بن محفوظ. أم حنين. أم حنين. أيوه. أم حنين بن محفوظ. زي الوغدة في البطاقة. أي أم حنين؟ إيه؟ أم حنين. خفي علينا. أم حنين بن محفوظ. من وين تكلمينا؟ من الديس. يلا اختاري رقم 29 صح؟ أيوه. يلا. أم حنين بن محفوظ، ما اسم الدابة التي أسرى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج؟ هل هي البراق أم الحصان أم الأسد؟ كيف عندك دابة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أسري به من مكة إلى بيت المقدس، بإيش أسري ومن ثم أعرج إلى سبع سماوات؟ بإيش أسر؟ بإيش من ناقلة؟ إيش من وسيلة؟ هل هي البراق أو الحصان أو الأسد؟ حدثني إجابة. أحدثنا الأسد، يلا بقي الحصان والبراق. البراق. البراق أكيد يا أم حنين، عدوه بال كلاب يعني، أكيد صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا أسري به من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ومن ثم بعد ذلك عرج إلى سبع سماوات، فكانت هذه طبعا شيء قد يعني قدمه عز وجل لرسوله العظيم. وناخذ متصل. أيوة. ألو مرحبا. أيوة. سبع عمر أحمد. أرفعي صوتك. سبع عمر أحمد. سبع. أيوة. عمر أحمد. أيوة من حي سلام. سبع عمر أحمد من حي سلام. بابي. سبع عمر أحمد. أيوة. من الاسم القبيلة؟ عاد لازم القبيلة. أيوة كيف ضروري. بزامح. يلا. أيوة من حي السلام. سبع عمر أحمد من بزامح. أه؟ بزامح. بزامح. أيوة. يلا سبع عمر أحمد بزامح، اختاري رقم 31 يا سبع. السؤال بيقول لماذا ينام السمك وعينه مفتوحة ما يقفلها طول؟ ليس لديه نور، أو ليس لديه عيون، أو ليس لديه جفون. ليس لديه جفون. أيش قلت يا سبا؟ ليس لديه جفون. جفون. يلا شكرا لك يا سبا، ونشكرك على الاتصال والمشاركة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يكون حظك في نهاية هذه الحلقة. نأخذ أيضا مكالمة جديدة ونشوف ونقول إن شاء الله بإذن الله تعالى سندخل في أسئلة إن شاء الله متنوعة ومحلية ورياضية حتى إن شاء الله بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة إن شاء الله. ناخذ المتصل. ألو مرحبا. الصوت لابد يرتفع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرفع. أرفع الصوت. أرفع. أيوة. أيوة عادي. أم ليان عبد الله. أم مين؟ أم ليان عبد الله. أم ليان. ليان. أم بيان. ليان ليان. أم هيان. لا ليان. أم ليان. أيوة. وين أسماء دي؟ طيب أم ليان عبد الله. أيوة. من وين يا أم ليان؟ حي السلام. من حي السلام. أم ليان عبد الله من القبيلة؟ سعيد. يلا المهم اللي بعده. اختار رقم 23 يا أم ليان عبد الله. سعيد ألف مبروك، دخلت السحب. وإن شاء الله بإذن الله تعالى يا مشاهدينا الكرام، يا مشاركينا الكرام، لا تخافوا على أساميكم،
لابد من ذكر الاسم لكي تكون هناك طبعا تسجيل الكربون على بحسب طبعا البطاقة التي طبعا سيتم عملية الاستلام لهذه القناة. وذكر طبعا بموقع القناة هو في العمارة التي أمام في الدقموج الدور السادس. نأخذ هذه المكالمة. ألو مرحبا. ألو. أيوة بالمعنى معك أمينة رزق العواني. أمينة رزق العواني. أيوة أيوة هذا الكلام. من وين يا أمينة؟ من خالف. من خالف على السالة فيش وأنتم معروفة أسرة قريبة ورائعة. الأستاذ سالم بن عويني واحد من الذي يعتبرونه من الأرشيف الرياضي صح؟ طيب يا أم أمينة. أمينة أيوة. يلا اختاري رقم 21. خلاص ما عاد اختاري نظرا ل إن شاء الله. ما هو أشهر أكلات مدينة المكلا؟ أكلات كثيرة مشهورة بس واحدة هنا في الاختيارات بخمري باقية وسابوسة وكل مشهورة. البخاري. البخاري وين البخاري؟ البخمري. البخمري يا قال البخاري. شكرا لك يا أمينة وإن شاء الله بالله تعالى تكون نصيبك إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة على جوائزنا التي طبعا هي مقدمة. واليوم طبعا هناك ساهم من إدارة أمن شرطة ساحل حضرموت عبر دائرة التوجيه المعلوي في مشاركة هذا البرنامج. نأخذ مكالمة. ألو مرحبا. ألو. أيوة. تفضلي بالمعنى الصوت يرتفع. يلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معك إيمان صالح. إيمان؟ ها؟ إيمان صالح بن حويل. إيمان صالح بن حويل. إمام صالح بن حويل. أيوة إمام صالح بن حويل. من وين تكلمينا؟ أيوة اسمعينا من الهاتف بارك الله فيك. من فول مضرورين. من فول مضرورين. طيب اختاري رقم 38. ويقول السؤال من هو أول من كتب بالقلم؟ هود عليه السلام، إدريس عليه السلام، عيسى عليه السلام. أول من كتب بالقلم. احذف لك إجابة. احذف لي إجابة. عيسى. يلا حذفنا عيسى عليه السلام. بقي إدريس وهود. أيوة. ها؟ تفضلي. يلا. بقي خمس ثواني. ساعدني. ساعدناش حذفنا لش عيسى. يلا. واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. هود. هود. يلا نشوف هود. شكرا لك يا ان شاء الله يكون حظك ان شاء الله في الحلقات القادمه باذن الله تعالى يكون افضل من حلقه اليوم. ناخذ ايضا متصل جديد. بقي معنا رقمين. يلا ونختم بها الحلقه. ناخذ هذه المكالمه. نقول الو مرحبا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معكم عوض رياض بحسين. ام عوض رياض بحسين. رياض بحسين. ممتاز. من وين تكلمينا؟ من الشارجه. من الشارجه. 37. والسؤال بيقول يا أم عوض ماذا يسمى صوت الماء؟ خرير، زهير، شخير. خرير. خرير. شكرا لك. إن شاء الله ما معانا إلا بقي متصل واحد. يلا نشوف من هو صاحب الحظ الحلو الرائع والذي طبعا ما شاء الله هناك ربما قبال كبير على البرنامج في عملية الاتصال ولكن الخط مزحوم فلابد من ان شاء الله باذن الله تعالى يكون ان شاء الله حليف حظ من هذا المتصل. مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معك سميه صالح بن صالح. خطوبه. سميه صالح بن صالح. بن صالح ومن الشارقه. 28. السؤال بيقول ما هي عاصمه مملكه حضرموت قديما؟ ان شاء الله تعود. امين. سيئون المكلا عتد. قاعد. ما هي دوله حضرموت؟ ليست مملكة، دولة حضرموت قديما أو مملكة ربما، التاريخ ربما. أحذف لي واحدة. أحذف لي السيئون. بقي المكلا وعتب. ها. المكلا. المكلا هي عاصمة دولة عتب عتب. ها؟ عتب. عتب هي. المكلا. أكيد. إن شاء الله. ها؟ خلاص عتب ولا المكلا؟ المكلا. عتب ولا المكلا؟ المكلا. يلا نشوف المكلا وحظك إن شاء الله يكون أحلى لكن في الحلقات القادمة. هي عتق طبعا شبوة كانت عاصمة لدولة حضرموت وبإذن الله تعالى تعود حضرموت وتعود أيضا كذلك بكل ما تملكه من إرادة وعزيمة وقوة وثورة للحفاظ عليها
فاصل مشاهدينا الكرام، ونعود وإياكم لنجري عملية السحب على جوائزنا لهذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم في ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، وهو اليوم الثالث والثاني لسلسلة حلقات برنامجكم برنامج اربح معنا في موسمه الرابع. والآن سيتم السحب على الفائزين معنا في هذا اليوم وهذه الليلة، نشوف منهم أصحاب الحظ الذين طبعا يحالفهم في الجوائز التي مقدمة من محلات اليزيد بلازا، الأوس ميجا ماركت، الوفاق للعطور وسيتي سنتر، وأيضا كذلك دائرة التوجيه المعنوي بأمن شرطة ساحل حضرموت. بسم الله، نشوف هذه أمامكم الذين طبعا دخلوا معنا السحب وجابوا إجابات صحيحة اليوم في هذا الأكثر يمكن من 40 متصل كان معنا في هذه الحلقة. نشوف من هو صاحب الحظ في الجائزة الأولى، نقول إن شاء الله من هو الذي سيكون حليفه. الورق صغيرة. هند سعد ربيع من روكب، هند سعد ربيع من روكب فازت معنا بجائزة اليزيدي بلازا. ونشوف أيضا كذلك من صاحب الأوس ميجا ماركت، من طبعا كوبونات هي مقدمة من محلات اليزيدي بلازا وأيضا كذلك الأوس ميجا ماركت وأيضا كذلك الوفاق للعطور ومن ثم أيضا كذلك سيتي سنتر. محمد عوض باوزير، ممتاز، محمد عوض باوزير فاز معنا بجائزة الأوس ميجا ماركت. نشوف أيضا كذلك من هو صاحب الجائزة الثالثة، الوفاق للعطور يقدم كل ما هو جميل ورائع. صفية عادل باعشن، صفية عادل باعشن هي فازت بجائزة الوفاق للعطور. ونشوف الرابعة سيتي سنتر للملابس الرجالية والشبابية، إن شاء الله يطلع حد من الشباب إن شاء الله أو من يحالفه الحظ. لا نقتصر على أحد. أم إياد محمد با محسون، اثنين ما شاء الله من روكم فازوا معنا اليوم بجائزة الجائزة الرابعة مقدمة من سيتي سنتر. والجائزة الأخيرة وهي مقدمة طبعا من دائرة التوجيه المعنوي بأمن شرطة ساحل حضرموت، ونشوف من هو صاحب الجائزة المالية لحلقة هذا اليوم. نشوف أم محمد بامتيرف، أم محمد بامتيرف طبعا هي من فازت أيضا كذلك، ما شاء الله ثلاثة من روكب فازوا معنا في هذه الحلقة وهذه الليلة بجائزة الجائزة الأخيرة خاصة بدائرة التوجيه المعنوي. ما على الذين طبعا أعلنت أسماءهم اليوم بأنهم فائزين عليهم المجيء إلى مقر القناة عند الساعة 9 بعد صلاة التراويح من مساء كل يوم في هذه الفترة. وطبعا نذكر بأن موقع القناة أمام في الدقموج عمارة البسيري الدور السادس، هذا هو موقع مقر قناة المكلة بمركز حضرموت للإعلام. حكمة اليوم راح نختمها معكم في هذه الحلقة وهذه الليلة، وهي كن متفائلا وصبورا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.